بنحاول نشوف ايه المشكله اللي موجوده بين الزوج والزوجه. عشان كده انا دايما في المشاكل الضعف الانتصاب والمشاكل الجنسيه انا احب دايما ان انا اشوف قدامي الزوج والزوجه مع بعض، ما اشوفش الزوج فقط، لان الزوج ممكن يقول كلام او كلام من وجهه نظره والزوجه تقول عكسه، ممكن هما الاثنين ما يكونوش فاهمين بعض. مظبوط، يعني ممكن يبقى في مشكله بينهم هما الاثنين مش فاهمين المشكله فين. مظبوط يا دكتور، كل واحد بيلقي اللوم على الثاني من غير ما نشوف المشكله اساسا فين. اول حاجه بقول لهم احنا مش جايين نلوم حد، لا انت غلطان ولا هي غلطانه، احنا هدفنا نحل المشكله. هستفيد ايه لما اقول ان الراجل غلطان ولا يعني. ولا طب هي غلطانه، طب هي ما بتعملش مش عارف ايه، هي النتيجه. ده مهم، احنا عايزين نوصل للاساس. صحيح، انت عندك مشكله نعالجها، عندك بتدخن لازم تبطئ في التدخين. برضه مشكله التدخين دي على فكره مشكله كبيره بالنسبه لنا، لان في كتير قوي بيجي لي يقول لي المريض انا بدخن علبه وعلبه ونص في اليوم. طب يا عم بطل سجاير، التدخين بيعمل كذا. طب انا يا عم ابن خالتي وابن عمتي وجدي مات عنده 70 سنه وكان بيشرب وكان زي الفل. اقول له ماشي صح الكلام ده، دلوقتي احنا بنعدي الطريق، كل واحد بيعدي الطريق، احنا 10 بيعدي الطريق، ممكن واحد يخبطه عربيه والباقي لا. مظبوط صح، مظبوط. الفكره كلها انك انت لو عندك استعداد لمشكله السجاير هتزودها.